من المواقع المحلية، المرضى بانتظار أول رحلة عبر مطار صنعاء. صحيفة بريطانية تقول اليمنيون بحاجة إلى 20 عاما للعودة إلى ما قبل الحرب. موقع ألماني: برلين تخرج عن صمتها إزاء مبادرة فرنسا لتأمين الملاحة بالخليج. أهلا بكم. لم يثير إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية مؤخرا وبشكل مفاجئ إعادة تسيير رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج استغراب اليمنيين الذين يتابعون منذ قرابة 4 سنوات الفشل المتكرر لمفاوضات إعادة افتتاحه. وفقا لموقع المشاهد نت، المرضى بانتظار أول رحلة عبر مطار صنعاء. يقول الموقع: نافذة أمل فتحت أمام مئات المرضى الذين قضي الكثير منهم دون تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء ومشقة السفر برا إلى مدينتي عدن وسيئون للتمكن عبر مطاريهما من السفر للخارج. رحلة تتطلب من 15 إلى 24 ساعة كي يصل المسافر من صنعاء عبر باصات النقل البري إلى المدينتين، فضلا عن الخوف الذي يحف الرحلة ابتداء من صنعاء حتى الوصول نتيجة انتشار النقاط الأمنية لأطراف الصراع في اليمن على طول تلك الطرقات. وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أكد أن إعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي قضية قديمة جاءت بالتنسيق مع أو بين الحكومة الشرعية والتحالف لنقل المرضى من المطار إلى الخارج. وقال فتح للمشاهد أن السبب الرئيسي لتعطيل الرحلات فيما مضى هو تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها الفكرة واشتراطها فتح المطار بصورة كاملة، وحمل الحوثيين مسؤولية العناء الذي يتحمله المسافرون المرضى خلال السفر البري. مراقبون يرون أن جماعة الحوثي ستكون اللاعب الرئيسي بتسفير المرضى ولن تستطيع منظمة الصحة ضبط العملية. وأفاد الموقع: الحوثيون معروفون بالتلاعب في أي اتفاقيات وسيجيرون الرحلات لصالح عناصرهم، وقد لا يستفيد المواطن العادي من إعادة فتح المطار. غسان شربل كتب في الشرق الأوسط مقالا عن دولة ينص دستورها على تصدير ثورتها الدينية إلى دول العالم. وقال شربل في أجزاء من المقال: ذات يوم فوجئ وزير الدولة العراقي لشؤون الخارجية حامد الجبوري بسؤال من الرئيس صدام حسين: هل قرأت عن ولاية الفقيه؟ رد الوزير بالنفي، فقال صدام: إنه كتاب صغير يجب أن تقرأه. ثم انطلق في الحديث عن مساوئ الخميني وطمعه في السلطة، ولم يكن أمام الجبوري غير أن يقرأ. وحين أبلغ صدام قال الأخير: أردتك أن تعرف. وكان الجبوري خبيراً بأطباع الرئيس لأنه تولى إدارة مكتبه حين كان نائباً للرئيس، وشعر أن موضوع ولاية الفقيه يشغل بال صاحب القرار في بغداد. نشرت كلام الجبوري والتقيت الرجل لاحقاً فأعدت طرح السؤال عليه. قال إن عبارتين أقلقتا صدام وهما ولاية الفقيه وتصدير الثورة، وقد يكون استنتج أن المواجهة مع إيران حتمية وأنه من الأفضل له أن يخوضها باكراً وعلى خط الحدود معها بدلاً من أن يرغم على خوضها في شوارع بغداد. رواية ثالثة سمعتها من الفريق ركن إبراهيم الداود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الدفاع، قال إن السفير الإيراني جاء لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد السلام عارف، لكن الموعد تحول إلى أزمة في العلاقات. كان كل شيء طبيعي لكن السفير نطق عبارة متفجرة، قال لعارف: جلالة الشاه يهديك تحياته ويوصيك بأهل النجف وكربلاء. انفجر عارف وقال له: خسئت، شاه إيران يوصيني بشعبي؟ ورمى أوراق الاعتماد أرضاً وشتم السفير وطرده. الجغرافيا قدر لا يمكن زحزحته، وإيران دولة كبيرة وعريقة في الإقليم، ووجود جيرانها عريق هو الآخر. الخيار الواقعي الوحيد هو التعايش، لكن هذا التعايش سيبقى صعباً ومفخخاً ومهدداً ما لم يرتكز على لغة جديدة
تحترم الحدود الدولية وتبتعد عن سياسة التسلل وإمساك الأوراق داخل خرائط الآخرين. من حق أي دولة أن تسعى إلى دور ونفوذ، لكن السؤال يبقى عن الوسائل. يستحيل أن تتمكن من بناء علاقات طبيعية ومستقرة مع جيرانك إذا احتفظت في دستورك بمادة تجعل من تصدير الثورة واجباً لمؤسساتك العسكرية والأمنية والدبلوماسية. لم يصل الإجرام بأي عصابة عبر تاريخ اليمن إلى درجة انتهاك حرمة المساجد ودور العبادة وتحويلها إلى أقبية للاعتقال والتعذيب باستثناء ميليشيات الحوثي التي تجاوزت كل الحرمات والقيود الدينية والاجتماعية، وعنون موقع الصحوانت: قصة من أقبية الموت، معتقل حوثي في المسجد. ويروي الموقع قصة شاب من أبناء محافظة إب يعمل نجار تمديدات، اعتقلته ميليشيات الحوثي صباح يوم 15 فبراير 2016، وظل معتقلا لمدة 6 أشهر. يقول الموقع إن المشرف الحوثي في منطقتنا كان يجي للمقيل في منزلنا يوميا، وكنا نشعر بالانزعاج من تصرفاته وطلبنا منه عدم قراءة الملازم علينا واشتد الجدال. ويضيف: حينها عرفت أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، ولكني لم أتوقع أن يكون انتقامه بتلك الطريقة الوحشية والاعتقال. جاءني مسلحون بعدها بأسبوع واحد وأخذوني من منزلي بتهمة توزيع منشورات تخص التحالف وتحرض على العصيان. أخذوني بعدها إلى المقر الخاص بحارتنا جوار المسجد، ثم أدخلت في غرفة مظلمة جدا وظللت فيها دون طعام أو شراب أو ضوء إلى عصر اليوم الثاني. وبدأوا باستجوابي وطرحوا الأسئلة علي، وهي: من يدعمكم؟ كم عددكم؟ ما هي طريقة تواصلكم ببعض؟ عندما انتهى استجوابي جاء ذلك المسلح وأخذني إلى غرفة تحت المسجد كانت في السابق مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، حيث كان داخلها 7 أشخاص مسجونين تبدو عليهم آثار الاحتضار، ولا أعرف إلا واحدا منهم. المزارعون في اليمن، يقول موقع المصدر أونلاين، كما في أي بلد آخر يعمدون إلى المبيدات والأسمدة الكيميائية لحماية منتجاتهم من الأفات ولتسريع عملية نضوجها، غير أن كثيرين منهم لا يدركون حجم الضرر الذي تسبب فيه على أكثر من صعيد. ساهمت الحرب في تزايد عمليات تهريب المبيدات والأسمدة الكيميائية غير المصرح بها إلى داخل البلاد نتيجة ضعف رقابة الأجهزة الأمنية المختصة. وعلى الرغم من تبعاتها الكارثية على الأراضي الزراعية وعلى صحة الإنسان، فإنها لاقت رواجا كبيرا بين المزارعين لانخفاض ثمنها، وهو ما يثير المخاوف من انتشار الأمراض الناتجة عنها في ظل التراجع المسجل في أداء القطاع الصحي في البلاد المأزومة. يقول علي عبد الله: منذ أكثر من 2 عامين نقوم بنقع الخضروات والفواكه في الماء الدافئ لبضع دقائق، ثم غسلها جيدا كل حبة على حدة بهدف التخلص من سموم المبيدات والأسمدة الكيميائية. ويضيف عبد الله: الأطباء يحذروننا من خضروات كثيرة تباع في الأسواق هذه الأيام لأنها تتسبب في أمراض خطيرة في مختلف مناطق البلاد وفي مقدمتها السرطان. الكود الأخلاقي للربيع العربي، تحت هذا العنوان كتب ممدوح الشيخ مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا: أن تتعثر الثورات عند اصطدامها بحواجز الثورة المضادة هذا متوقع، ولا يعني هذا بالضرورة فشلها. وأن تتفرق مياه نهرها بسبب التعارض في الرؤى أو المصالح فهذا وارد، لكن الثورات تتجذر على نحو يستعصي على الاستئصال عندما يصبح لديها الكود الأخلاقي الخاص بها، وهو ما تحقق إلى حد كبير في الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي. والبشر يتحركون فرادى وجماعات وفقاً لاختيارات أخلاقية مرة أو معلنة، وهم كذلك يعبرون مفترقات الطرق التاريخية بناء على ما يرسخ في ضمائرهم من قناعات أخلاقية قبل أي اعتبار آخر. وقد يكون صحيحاً أن فاتورة الفساد أخيراً تضخمت بنحو مريع، ولكن موقف الرفض التام للتعايش مع الفساد يرتبط قطعياً بتحول سياسي أخلاقي في آن واحد،
واختفاء أدبيات التبرير من الخطاب الرسمي من قبيل أن الفساد موجود في كل مكان في العالم، مؤشر على وعي لدى السلطة بأن الشعوب عبرت حاجز خداع النفس وأصبحت تسمي المخازي بأسمائها. وبالعودة إلى الحساسية الجديدة تجاه سفك الدماء، نلاحظ أنه يصاحبها اهتمام متزايد بالاستنكار العلني الواسع الرافض للممارسات الفردية والجماعية غير الإنسانية مثل التنمر أو التحامل أو التحرش، ويترافق هذا مع رفض أكثر جذرية لتجاوزات الأجهزة الأمنية بشكل عام، في رفض تزداد دائرة انتشاره لصفقات من نوع الاستقرار مقابل القمع، التحولات المستندة إلى أساس أخلاقي أكثر رسوخاً من التحولات السياسية المباشرة، فضلاً على أنها أقدر على جمع المختلفين وتجاوز حدود الدولة الوطنية من دون أن تثير حساسيات سياسية أو أيديولوجية. والوجه الأكثر وضوحاً لمستقبل التغيير في العالم العربي أخلاقي، فالخروج من المستنقع العربي مرهون بحياة أكثر إنسانية وسلطة أقل فساداً ومثقفين أقل نفاقاً، بأكثر مما يمكن أن يكون مرتبطاً بخيار اقتصادي أو سياسي بمعناه الكلاسيكي المدرسي، والقيم هي واسطة العقد بين الموارد وأشكال التنظيم، وهي تتبلور بالتدريج في الموجة الثانية من ثوراتنا. صحيفة الشرق الأوسط تابعت الخروقات التي تقدم عليها ميليشيا الحوثي في الحديدة، حيث عنونت الصحيفة: خروقات الحوثي تتصاعد في الحديدة والقوات الشرعية تتصدى لها. وأكدت مصادر مطلعة أن الحوثيين يستعدون لمحاولة استعادة المناطق التي حررها الجيش اليمني بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، إذ يحشدون من أجل ذلك آلاف المقاتلين من مناطق مختلفة، ويجري نقلهم من كل الجبهات إلى الحديدة، في حين تعمل قياداتهم على الترويج لضرورة استعادة الحديدة قبل أي حل سياسي. وازدادت وتيرة خروقات الحوثي في الحديدة بشكل كبير، وتطورت في الفترة الأخيرة إلى قصف بالصواريخ البالستية والطيران المسير، مع محاولة الزحف على طول خط إمداد القوات المشتركة، خصوصا في حيس والتحيتة، بغرض تقطيع أوصال القوات المشتركة وقطع خطوط إمدادها وإرباك حركتها. كما يتواصل الحشد لمجاميع كبيرة تتوافد على طول جبهة الساحل استعدادا لعملية على الشريط الساحل الغربي ومدينة الحديدة، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، ضاربين باتفاق ستوكهولم عرض الحائط، كما هي طبيعة تعاملهم مع كل الاتفاقات السابقة. وقالت مصادر ميدانية للشرق الأوسط إن الميليشيا الحوثية حفرت أنفاقا ممتدة بين المنازل المحاذية للساحل من شارع الميناء وصولا إلى منطقة ساحل العروض قرب الدفاع الجوي. وأفادت المصادر أنه تمت تغطية فتحات الأنفاق والخنادق بألواح خشبية وردمها بالتراب، ما يصعب اكتشافها. وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية كثفت خلال الشهرين الماضيين إرسال تعزيزات شبه يومية إلى الحديدة لمسلحين تتراوح أعمارهم أغلبهم ما بين 16 إلى 22 سنة إلى أطراف خطوط التماس أو أماكن تجمعهم، كما ضاعفت أعداد عناصرها في ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى. نشرت صحيفة الجاردن البريطانية تقريرا عن اليمن لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور بعنوان: الفشل في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن الآن قد تصل كلفته إلى 29 مليار دولار. يقول التقرير إن منظمة الإنقاذ الدولي حذرت في آخر تقرير لها من استمرار الحرب الأهلية في اليمن لخمس سنوات أخرى، قد يكلف العالم ما قيمته 29 مليار دولار من المساعدات الغذائية والطبية، مطالبة بانتهاز ما تقول إنه فرصة نادرة لإحلال السلام في اليمن. التقرير يشير أيضا إلى أنه من المرجح أن تزداد جراح اليمن عمقا، بحيث تصبح بحاجة إلى 20 عاما للعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل اندلاع الحرب من الناحية الغذائية والصحية، حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف. التحذير وفقا للصحيفة البريطانية موجه بالأساس للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، اللتين تقودان الحرب ضد المسلحين الحوثيين، كما تمولان أغلب المعونات الإنسانية للبلاد عبر منظمات الأمم المتحدة ومنها برنامج الغذاء العالمي.
نموذج تونس درس من ديمقراطية عربية جديدة، تحت هذا العنوان كتبت سارة يركس مقالها في صحيفة فورين أفيرز. قصة الكيفية التي بدأت بها الثورة التونسية معروفة جداً، أما القصة غير المعروفة بالمقدار نفسه فهي ما حدث في تونس بعد ذلك. ففي مختلف أنحاء العالم العربي غارقت البلدان التي بدأت وكأنها قد تسير على خطاها في دوامة الحرب الأهلية، وعلى النقيض من ذلك قامت تونس بصياغة دستور تقدمي وعقدت انتخابات حرة ونزيهة على المستويات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. عندما توفي الرئيس باجي قائد السبسي كان الانتقال إلى حكومة مؤقتة سلساً لا يكاد يلحظ. بتحقيق هذا العمل الفذ ساعدت تونس على تبديد الأسطورة القائلة إن المجتمعات العربية أو الإسلامية غير متوافقة مع الديمقراطية. لكن قصة تونس تقدم أيضاً دروساً تتجاوز حدود العالم العربي، أن التحولات من الاستبداد تتطلب قادة شجعانا مستعدين لوضع بلدانهم فوق الطموحات السياسية، وأن مثل هذه التحولات تكون بطبيعتها فوضوية وميالة إلى التوقف. يمكن للديمقراطيات الفتية أن تتعلم من النسخة التونسية سياسة الإجماع. كان من الممكن أن يكون انتقال تونس قد فشل في العام 2013 لو لم يقم زعيمان السبسي والغنوشي بتقديم الديمقراطية والتعددية على طموحاتهما السياسية الخاصة. تظل تونس منارة الأمل للحركات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن الانتقال الديمقراطي الناجح لهذا البلد في أعين العديد من المستبدين في المنطقة ليس أكثر من مجرد قصة تحذيرية، لأن هناك حظوظاً أسوأ يمكن أن يواجهها. ربما لا يبدو لهم التقاعد الإجباري لبن علي في المملكة العربية السعودية شيئاً يمكن أن يحسد عليه، لكن من المؤكد أنه سيبدو أفضل من مصير بعض الذين رفضوا الرضوخ، سواء كان ذلك الموت على يد المتمردين الليبي معمر القذافي أو رؤية الزعيم بلده وهو يسقط في دوامة سنوات من الحرب الأهلية والدمار والكوارث الاقتصادية السوري بشار الأسد، أو كليهما معاً اليمني علي عبد الله صالح. وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أعلنت الأسبوع الماضي أن قيادة مهمة المراقبة البحرية الأوروبية ستقام على أرض القاعدة البحرية الفرنسية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يتمركز حوالي 650 جنديا، ولكن لألمانيا رأيا مختلفا قليلا عن توفير أمن الخليج، حيث عنون موقع دي دبليو. برلين تخرج عن صمتها إزاء مبادرة فرنسا لتأمين الملاحة بالخليج. أوضحت وزارة الخارجية الألمانية موقف ألمانيا من المبادرة الفرنسية لتأمين الملاحة البحرية في الخليج. الموقف الألماني من مبادرة فرنسا يتضمن جانبين، عسكري وآخر سياسي، وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر رسمية في برلين. رغم أن برلين أعلنت أن الجيش الألماني لن يشارك في مهمة أوروبية دعت لها فرنسا بشأن تأمين ومراقبة الطرق البحرية بالخليج، غير أن وزارة الخارجية أكدت أن ألمانيا تدعم المبادرة الفرنسية سياسيا، واشترطت برلين أن تتحول الخطوة الفرنسية إلى مبادرة، وهو ما لم يتوفر بعد لحد الآن حسب الخارجية. ويذكر أن هولندا أعلنت مشاركتها في تلك المهمة، وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية الجمعة من لاهاي أن مجلس الوزراء الهولندي وافق على إرسال فرقاطة إلى المنطقة بدءا من يناير القادم بهدف رفع درجة الأمن في منطقة الخليج التي تواجه أزمات عدة. وكانت فرنسا تقدمت بمبادرة عن هذه المهمة، وأضافت أن المهمة التي أطلق عليها الوعي بمضيق هرمز تشمل الجزء الغربي من خليج عمان أو عمان وشرقي الخليج العربي وممر هرمز، ويعتبر هذا الممر البحري شريان مرور مهم لنقل البترول خاصة إلى آسيا. تقول البي بي سي إنه أصبح من الواجب على مستخدمي الأنترنت في الصين الخضوع لتكنولوجيا التعرف على الوجه أثناء تسجيل استخدام خدمات الهواتف الذكية الجديدة، إذ تريد السلطات في بكين التحقق من هويات مئات الملايين من مستخدمي الأنترنت في البلاد. يبدأ العمل يوم الأحد بهذا القانون الذي صدر في سبتمبر، وقالت الحكومة الصينية أنها تريد حماية الحقوق القانونية ومصالح المواطنين في الفضاء الإلكتروني. وتستخدم الصين بالفعل تقنية التعرف على الوجه في عمليات تعداد السكان،
وتحتل الصين موقع الريادة في هذه التكنولوجيا على مستوى العالم، لكنها على مدار السنوات القليلة الماضية كثفت استخدامها في جميع أنحاء البلاد، مما أثار جدلا حول هذا النهج. بالثورة والنضال سقطت الإمامة والاستعمار، تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الملك المقرمي مقاله المنشور في الصحوة نت مضيفا: لا يعطى الاستقلال لأي بلد من البلدان هبة مجانية، وإنما تنتزعه الشعوب من مستعمريها انتزاعا بثمن باهظ وتضحيات جسام. فالحرية لا توهب ولا تقدم كمنحة، ولكنها تنتزع انتزاعا بعد مقاومة مستعمر ومواجهة مستبد وهدم سجون وتحطيم أغلال وإقصاء الطغاة والمستبدين. وبالتالي لم يأتي يوم الاستقلال في 30 من نوفمبر 1967 على طبق من ذهب، وإنما جاء طرد المستعمر من باب ثورة وكفاح مسلح أرغم الاستعمار البريطاني على الرحيل. رحيل المستعمر من أي بلد عربي كان يمثل نصرا للأمة العربية ككل، وقد مثل استقلال ما كان يعرف بالشاطر الجنوبي من الوطن انتصارا للعرب أجمعين، خاصة أنه جاء عقب هزيمة حزيران المشؤومة التي لحقت بالعرب من الكيان الصهيوني مدعوماً من قوى الاستعمار. الاستقلال امتلاك سيادة وتحرير قرار وحرية شعب وتحقيق عدالة، وبغير هذه المعاني لا يكون استقلالاً. ما شهده الوطن العربي وما يشهده اليوم من ثورات وانتفاضات ما هو إلا نتيجة احتقان متراكم بسبب استبداد غاشم ومظالم وفساد عم كل مجالات الحياة. ومهما حاولت هذه الأنظمة أو تلك وحلفاؤها من قوى الاستعمار والاستكبار صد أو قمع هذه الثورات، فإنها لن تفلح في عرقلة نجاحها، كما لم تنجح من قبل في منعها من أن تنال استقلالها. بصرف النظر عن عودة الاستعمار بطريقة أو بأخرى للتأثير على البلد الذي كان يستعمره، بالكفاح المسلح تحرر الشطر الجنوبي من الاستعمار، وبثورة أسقط الشطر الشمالي حكم الإمامة. واليوم لابد من تعزيز الاستقلال والثورة اليمنية بإسقاط المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي وإسدال الستار عليه وعلى المشاريع الصغيرة والجهوية. وتبقى دروس استبسال الثورة والكفاح المسلح ضد الإمامة والاستعمار خير شاهد ودليل على الطريق الذي لابد أن يسلكه اليمنيون لتحقيق أهدافهم. صحيفة الجارديان البريطانية تنشر عدداً من الصور التي توثق لحظات من دولة نيوزيلندا ساحرة، نتابع. عندما خاف المبدعون من السجان ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات، فذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم، وأصبح ذلك يعرف بالكاريكاتير. مجموعة من الرسوم التي نشرت اليوم في الصحافة والمواقع الأخبارية في جولتنا اليومية. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.